بس ما ردوا. طيب يا جماعة ودنا نختم بهذا المحور، محور دغش، لأن أعتقد أن دغش هو من يستحق الحديث اليوم لأنه كان متسابق ملتزم طيلة فترة التواجد، وتمنيت تواجده اليوم لأني أنا أعتقد أن دغش ليس تبعا لأحد، والدليل على ذلك أنه كان صامدا صابرا على كل ما توجه له في البرنامج، فكان هو أول من وجهت عليه أسهم الحرب فأزاحوه وأخرجوه في الليلة الظلماء. نشوف الفيديو ونرجع من جديد. كلام حساس شوي وربما يمس موضوع الإدارة حبتين في خروج دغش بن سعيد الحارثي، هل هو ظلم؟ هل هناك خطأ في البرنامج وفي البرايم؟ هل هناك وهل هناك؟ لأن جتني رسائل كثيرة وأنا هنا أدافع عن الحق ولا أعرف التفاصيل في الإدارة داخلياً، وهذا من الإحسان للناس إن شاء الله أن نبعد الحزن عن دغش. إن كتب الله له نصيب ورأت الإدارة بأن في فجوة ورأت الإدارة بأنه في خطأ بأنهم يراجعون حساباتهم من جديد ويدافعون عن هالأمر، لأن أعرف وأعي جيدا الثقة الموجودة في أستاذ تركي الدوسري وفي أستاذ سعود العتيبي وإدارة القناة. فهل تؤيدون كلامي يا شباب بعودة زميلكم وإلا لا؟ أنا أول من يؤيد. طيب دكتور عائض، أول دغش كأحد أبنائي، نعم، هو الدكتور سعيد الحارثي داعية ورجل فاضل وكريم ابن كريم، وإن شاء الله ما رباه إلا على الخير، وأنا أعرف الأسرة وأعرف جد دغش، فأنا من أول الشافعين لعودة دغش. الله، تحية تحية للدكتور عائض. رجعنا لكم من جديد. طبعا فيما يخص تواجد دغش في النومينيه أو تواجده على طاولة البرايم، هي صحيحة بناء على تواجده كمتسابق من ناحية الرصيد والخصومات الموجودة عنده، بمعنى أن الملعب ليس عند الإدارة، لكن ما حصل في البرايم هل كان في تغشيش بالغلط لدغش؟ في المقابل شفنا كان في تغشيش لفيصل، يعني سالفة دائما تصير في البرايم وبشكل كبير. أسمع رأيك أخوي علي، تفضل. بلص حالة ثانية، يعني مسألة التغشيش بعض الجمهور يقولك لو صار غش، التغشيش اللي حصل في البرايم كله لم يؤثر على النتيجة إن كان في تغشيش، لأنه ما كان في تغشيش جاب صحيح، هذا أول شيء. ثاني شيء، يعني أبو عبد الله الله يحيي عدوك، تم توصيل الفكرة بشكل خاطئ للشيخ عايض القرني، وتخلي الشيخ عايض يطلب ومن هالكلام، هي المسألة مفروض أنها خطأ. ثالث شغلة، موضوع دغش خلاص، يعني حتى تركي الدوسي بت في الموضوع، انتهى الموضوع. يعني ودي أسأل سؤال، يعني تحت أي بند للجمهور للعالم للجن للفضائيين للكواكب لزحل للمشتري، تحت أي بند يرجع دغش؟ بند الطلبات والحقوق، طب خالد الحجري تحت بند إيش؟ التطنيش التطفيش. الله، سجع سجع، نرجع التطنيش والتطفيش. اي فمعليش، يعني وش البند اللي ممكن نقول دغش نعم رجع بحقه حقيقة؟ ما في بند معين من روس نرجع طلبات. هي الموضوع ما اتوقع ان في شيء معين. تفضل محمد. انا اشوف هنا طلبه الشيخ عايض، طلبه الشيخ عايض في الشحم وطلبتها غاليه، بس كذلك الكلام اللي قاله استاذ علي ان طريقه توصيل المعلومه هو قال فيه غش، هو عبالهم من الغش من الإدارة على المتسابق، واللي حصل الغش من المتسابقين للمتسابقين، وهم اللي حطوا دغش في البرايم، هم اللي حطوه، جاتهم فرصتين أنهم يشيلون من البرايم، والمتسابقين هم اللي حطوه في البرايم، وعلى أساسه طلع دغش. يعني إيش اسمه نسيتها، في نقطة نسيتها، أن لو رجعنا كل من طلع لا ما قبل خالد الحجري صح، من باب أولى بعد، يعني المتابق قبله طلع بالأسبوع الأول، المتابق الثاني بعد، أي متابق بيطلع تيجي فيه طلبة وكذا راح تخرب المنافسة. جميل، تفضل فهد. أنا أرى إذا كان هناك موافقة على رجع دغش، سمعت، وأنا أؤيد رجوع دغش، لأنه خرج بظلم. ما هو الظلم الذي خرج فيه دغش؟ هو التعدي الحاصل من فيصل هدلان لمرتين، المرة الأولى اختياره بالطريقة الملتوية، المرة الثانية أنه مغشش فيصل هدلان، لكن يرجع ويقصى فيصل هدلان المتعدي. لا وقف ماشي. لا ما المعتدي صرايبي، ارجع المعتدى عليه وانصفه وعاقب المعتدي بطرده خارج البرنامج. نتكلم بمنطقه واقعيه. الحين هو يرى ان خروج دغش ظلم، نعم، ان في خطا، وايد كلام ناصر نعم الغامدي، راجع الاداره، هو تكلم على الاداره قال الاداره غش،
من اللي قال؟ راجع الإدارة فأميم، روح راجع فأميم يمكن تسبب. يا حبيبي أنت تفهمني الله يخليك. أنا فاهمك الآن. أنا ذكرت، أنا ذكر، أنا ما أيدت نصر الرادي، أنا أيدت أن دغش يرجع. حلو. وإنه ظلم. طيب ظلم ممن؟ من ظلم؟ من المعتدي؟ فيصل هدلان. بناء قلت بناء على أمرين. شلون يطلع فيصل هدلان؟ بناء على أمرين. اسمع، الأمر الأول أن فيصل هدلان غشش فكسب ما لا حق له فيه. زين. الأمر الثاني ما جاوب صح، أن فيصل هدلان اختار دغش وهو قد اختار قبلها القرعة ولم تقع القرعة على دغش، فهذا أمر دب ربني، فلذلك عاقب المعتدي بالطرد وارجع المعتدي عليه. آمنا بالله بيرجع دغش. دغش غايب 4 أيام. نعم. يرجع برصيد المخصوم عليه بغياب 4 أيام. برصيد فيصل هدلان. ما بدي يا أخي اسمعني. نعم. الآن نضرب مثالنا، طلع دغش ورصيده 1000. نعم. خلاص طلع برايم لأنه أقل واحد وخلاص وخرج برا القرية، الآن رصيده 1000 الظاهر. نعم. الآن هو غايب 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام. هل هذا تحسب عليه غياب؟ لا. وش تحسب عليه؟ انا فهمت. لا فهمت. وشو الان يقص دوام؟ انت تجاوب عني ولا كيف؟ ما ادري عن طبيه مرضيه تكليف بالعيال. ايش دعوه؟ 3 أيام تاك عند اهله، وش نسوي بها؟ خليني اجاوب. الان وشو هو؟ 3 جاوب. هو 3 أيام تاك عند اهله فتره نقاهه، ويوم فات خرجوا، ويوم فات بث خرجوا فيصل هدلان. عرفت؟ وايضا ترى هذا خروجه ورجعته ترى فيها فائده، أنا فائده عظيمه، هو جمه المتسبق ينقل لهم تجربه فقدان. خلاص ما عندي مشكله. وقيمه البرنامج يرجع واخرجوا فيصل هدلان وسكتوا على الغمت. دقيقه، يرجع دغش ويرجع خالد حجري اذا مره طلبه. لا خالد حجري معطى بس بشرط اقل 6 أسابيع هذا يطلعون كله. طب حلو، نعيد البرنامج ستة من جديد. مع السلامه. انا اقترح نقفل البرنامج. سؤال قبل ما نختم، سؤال لفهد معيان، اتمنى تجاوبني بكل صراحه وجراه كما عهدتك اخوي فهد. هل تم اقصاء مالك ابو لبن من المشهد ومنعه من الخروج في الكوفي شروم او في الساحه؟ اعتقد هل اصبح تابع؟ لا. لما ذي عندك، لما لا عندك. اعتقد ان النابغه اللبني الاسطوره الجهبذ واجه العديد من الحروب والقتالات على يعني من محمد عيل، هو مغلق من علي الغامدي. يا اسكت، هو هيك فاني شرك، اسكت. من علي الغامدي ومن تركي موسى ومن المتسابقين كلهم، ومن محمد الفهري الله لا يوفقه كرفس هذا اليوم. ما بتحتفل النابغ اللبني يتواجد في الساعه. صيدوه صيدوه، هذا هو. تعال انا بغيت تعال شوفوا نسنا عالة. تعال نابغتنا، نحتاج نابغتنا النابغة الرائع. تعال النابغة، تعال لبيه، صور صور العين بسرعة.